الختام أم زهراء. يا با هو ستة على القياس كامل. السلام عليكم زهراء، شلون صحتك؟ يابا ان شاء الله اليوم احنا خلصنا لك السقف وبنينا الغرفه والحمام ان شاء الله، ان شاء الله تسكنين بالف عافيه. اكو جمعيه شبر كفلت لك ب 120 الف دينار شهريا، واكو تبرع من فاعل خير 100 الف دينار، ان شاء الله هذه تسكنين بالف عافيه. واحنا نشكرك لانه ضيفتونا يومكم وبنينا لكم الغرفه هذه، ان شاء الله تحميكم من المطر والشمس بالصيف. شكرا ليش ممنونين. دخلنا الابداع في ملاعب. هي منكم اسماء ان شاء الله متناين بالبيت وبينا. الله يوفقكم ان شاء الله. وقف مو هيك هذي صعد واحد وياه انمار انمار وياه يلا روح والله ما شيش بقتل هنا هيا اخذ راضي اوكي ادفع شوية ادفع 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 عايشة ايدك روح ادفع ادفع نزل نزل عمنا الراد يلا علي تعال وانا علي
والله على كيفك. روح محمود عايز تيدك دير بالك على كيفك انمار. يلا يلا طاف طاف جماعة تتجلق حرامات. دير بالك هاي الحافة مالتها دير بالك لا تنجرح بيها. حجي الغداء ناس راحنا في الفجر. لا حجي حجي محمد بس رايد انجين مال مولده خلاص 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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن
حياتك لك. هاي بعد هذا يلا اعطيهم البراغي اعطيهم البراغي خلي يشتغلون يلا احنا نحاول على شيء بعد رمل مو بعد يراد رمل شويه نص رمل تعال يلا سوي 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 يلا سوي سوي يلا سوي سوي بس يلا عاد يا مكوك الوضع انت مهند مو ماتش اوكي ما ما حسين عليك مع الصور مو قلت انت وحسين تاخذ كوم الصور انا ما اخذ مصطفى سرعك حياتي كوفي